الحقيقه كمان كنا في بدايات يعني الشتاء عامه اتكلمنا عن نماذج كثيره من السيدات اللي في الحقيقه بتقوم بمهام صعبه واعمال شاقه. البعض اعتقد ان هي مهام واعمال فقط يستطيع انه يقوم بيها الرجال، لكن ستات اتحطت قدام موقف ان هم لازم يشتغلوا ولازم ينتجوا وانتجوا ونجحوا وحققوا نجاحات كبيره جدا. وعندنا نموذج تاني نتكلم عن الست فاطمه صالح، مش مجرد واحده كده مكافحه وخلاص، لا، كل اهالي الحي في الحقيقه بيحبوها لجدعنتها وشهامتها وكمان سيرتها وسمعتها الطيبه. احلى كوبايه شاي ممكن تاخدوها من ايديها وقاعده مش بتكون غير عندها هي بس، على القهوه اللي هي بتشتغل فيها. نموذج مصري بنوجه ليه كل التحيه بمناسبه اليوم العالمي للمراه. الحاجة فاطمة دي طبعا دي أم المناصرة أولا وأم الشباب كلها. الناس هنا بتحبها على إيه؟ إن هي إيدها سخية مع كل فرد، مش مستنية أي حاجة أو أي فضل من أي حد، هي مستنية فضل من الله عز وجل. تعتبر والدة الشارع كله، هي اللي مربية الناس هنا وست محترمة وبتعمل مشروب كويس ومربيانا، بتنصحنا كتير، بتقف مع الناس في الشارع هنا. أم دينا طبعا بنيجي الصبح من بيتنا، هي إحنا ما بنشربش شاي في بيتنا، إحنا بنشرب شاي من إيد أم دينا. هو مدينة يعتبر مربيانا ست كويس، ست طول عمرها عايشه باحترامها، يعني عمرها ما غلطت في حد ولا حد غلط فيها، هي مربيانا اساسا. يعني حد عايش شيء تاني قبل ما ازود؟ في اتنين يا ست الفل والله العظيم. أنا مدام فاطمة صالح عبد العزيز، أنا هنا ساكنة في المنطقة بقالي أكتر من 50 سنة، مولودة هنا أباً عن جداً. القهوة دي كانت بتاعة جدي ورثها عنه والدي صالح عبد العزيز الحاج صالح، وبعدين أنا كانت ليا أختي كانت بتقف فيها، والدتي كانت بتقف فيها، والدتي توفت وأختي توفت، فأنا مسكت مكانهم يعني. فعادي يعني زي أي واحدة بتنزل الصبح تشوف أكل عيشها، تنزل الصبح بفتح واصبح على جيراني وحبايبي واهلي حتتي كذا، وبنبدا نشتغل، وبعد ما بنشتغل بنقعد نفطر مع بعض، بناكل مع بعض. المنطقه هنا بتاعتنا هنا لازم يستبحوا من عند الصبح، يشربوا شاي، يشربوا قهوه، شاي بحليب، ينسون على نعناع، كل اللي هم عايزينه يعني، واحنا حسب طلبهم يعني. هنا كلهم زي ولادي يعني، دول ولاد حتتي، انا بحبهم عشان كده هم بيحبوني، وما باخرش عليهم حاجه. انا اي حد يطلب اي حاجه بديها له، عندك ليمونه عينيا، عندك سكينه عينيا، عندك طبق عينيا، عايز مش عارفه ايه عينيا، ما بحبش اكسر بخاطر حد يعني. طب هاخد واحده حاجه ساعه وكمان شويه حاسبه، اقول له عينيا برضه عادي. مفيش مشاكل برضه، دول ولادنا برضه مهما كان، ولاد حتتنا برضه. قاعده هنا طول النهار يعني، بطلع بالليل، ان انا ساكنه هنا في المنطقه يعني مش ساكنه بعيد. معايا دبلوم تجاره بس ما اشتغلتش بيه، انا ما كنتش هجري ورا اكل عيش. مين اللي مؤاخذه يعني، مين هيديك او هتقولي مين يديني؟ ما فيش فرق بين راجل وست النهارده، الست هي ست والراجل هو راجل، بس في الشغل بيبقى كله زي بعض، واخد بالك؟ اهم شيء انك تشتغل شغلانه كويسه. شقيته زي ما انت شايف كده، وادينا اهو ربنا طول ما يديني الصحه هفضل كده في الشقه طول عمري. في الدين بيقولوا امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. الام اهم شيء، هي الام دي بتتعوض. يعني الحاجة فاطمة قالت جملة مهمة قوي، الست زي الراجل مفيش فرق ما بينهم، الاتنين زي بعض، لكن في الشغل مفيش، آسف، الست هي الست والراجل هو الراجل مفيش فرق، لكن في الشغل كله زي بعض. ده حقيقة، ويمكن لما احنا بنتفرج يا بسنت على سواء كانت الست فاطمة أو أم كوثر كلهم، لا في الحقيقة والله الواحد بيخجل بقى من إيه، وأنا بتفرج على النماذج دي، الستات الشقيانة اللي بتشتغل شغلانة يمكن فيها شقة وفيها مشقة وفيها تعب،
لكن في نفس الوقت بشوف بقى احيانا مشاهد كده بتزعلني، الاقي اشخاص اصحاء وبيمد ايده وبيشحت في اشاره شارع او حاجه، يعني الواحد بيخجل فعلا ويبقى شاب زي الفل. شوف الناس بتشتغل ازاي، اللي عاوز يشتغل بيشتغل وبيشتغلوا كل حاجه واي حاجه، وبتحطوا في ظروف قدروا ان هم يتخطوا. صحيح.